إذا متابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. صباح الخير عليكم، صباح النور عليكم، مرحبا بكم في هذا البث، الجولة الصباحية من شوارع مدينة طنجة تزامنا مع نهاية الأسبوع. بعد نهاية الأسبوع موفق على الجميع، وزي متابعي قناة شوف تي في. نتمنى الخير للجميع. تابعي قناة شوف تي في، كما كتلاحظوا معنا هذه الأجواء الصباحية ديال مدينة طنجة. بالنسبة للجو، جو بارد هاد الأيام، ديما كيصبح الجو بارد. كما كتلاحظوا معنا نتجمل مع نهاية الأسبوع، الشوارع ديال مدينة طنجة خالية تماما، يعني عكس يوم الجمعة البارح. البارح كانت مدينة طنجة الصباح كانت صباح عامرة بزاف، الناس كيستغلوا ديك الوقت ديال الصباح باش اللي خدام ديك الأغراض ديالو. دابا اليوم السبت، يعني مع نهاية الأسبوع، الشوارع فارغة خالية تماما، قليل اللي كيجبرو خارج. كما كتلاحظو معنا، يعني السبت أغلبية الموظفين مكيخدموش، المدارس أغلبية ديالهم راه مكيقراو السبت. علاش كتبقى الشوارع ديال المدينة خالية تماما. متابعي قناة شوف تي في، كما كتلاحظو معنا هذه الأجواء الصباحية ديال مدينة طنجة. وحاليا وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.